صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكة ان تي ان في كل حتة في الدنيا. حلقة يوم الجمعة 17 فبراير 2012، يا رب يكون ويك اند سعيد على كل الناس. حلقتنا فيها فقرات متنوعة كتير، لكن قبل ما نقول أي حاجة يا ريت بنفكركم اللي هتفوتوا فقرة أو عايز يشوف أي فقرة ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا. نهارك سعيد كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، ومكان العين رقم 3 باللغة الإنجليزية، وممكن تتواصلوا معانا على تويتر أو على فيسبوك نهارك سعيد. قبل ما نتكلم عن أي حاجة في اليوم أصبح على زميلاتي العزيزات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا إيمان. صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا إيمان. صباح الخير يا دينا. احنا عندنا برضو فقرات كتيرة جدا، بس خلي إيمان بقى تبتدي. النهارده معانا فقرات كتير جدا، بس هي يعني مناسبه ليوم الجمعه ولكل الناس اللي قاعدين في البيت. هيكون معانا فقره النهارده عن الحقن المجهري، هتكون مع دكتور محمد فريد، وهنشوف ايه الجديد في عمليات الحقن المجهري، وهل في استحداث لهذه العمليات لإتاح فرصه لكل الناس ان اي حد عنده مشكله في الحمل ان هو ان شاء الله يجيب بيبي ان شاء الله. انا ملاحظه ان الطب بيتطور كل يوم، فده حاجه كويسه جدا ان احنا نعرف الفقره دي، لان ناس كتير قوي فكره الخلفه وانهم عندهم مشاكل، فان الطب كلهم بيتطور دي حاجه مهمه جدا. لا، وبعدين الحقن المجهري يعني بيدي فرصه ان هم يجيبوا توينز، مش اي حد بيبقى بيعمل حقن مجهري بلاقي فجاه بيبقى عنده توينز على طول. تمام، الحمد لله. خلينا كمان نقول ان احنا عندنا فقره عن الحب في الاسلام، وهيكون ضيفنا فيه المستشار احمد عبده ماهر الكاتب الاسلامي والمحامي بالنقد. وهيكون كمان معانا فقرة عن الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، البقاء لله، رحل عنا أمس الفنان حاتم ذو الفقار. هيكون معانا أستاذ هاني سامي الناقد الفني بجريدة الفجر، هنتكلم معاه عن تاريخ الفنان الراحل حاتم ذو الفقار ونفتكر أهم محطات حياته الفنانة. كمان بعد الثورة كلنا شفنا حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، من جرائم وسرقة وقتل وحاجات كتير ما كناش متعودين عليها. فإحنا ككبار وأطفال كتير مننا أصيبوا بالعديد من الأمراض النفسية. هتكون معانا النهاردة دكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، ومبادرة أنت مش لوحدك دي للمشاركة اللي أصيبوا بالأمراض النفسية، يعني اللي عشان نخرجهم من الأزمة اللي هم بيمروا بيها، اللي إحنا كلنا بنمر بيها. عايز أزود على كلام إيمان إنه فعلا ده حاجة إحنا محتاجينها جدا في مصر، لأنه بره مصر ده موجود من زمان جدا، إنه آثار الصدمات على الناس إزاي تعالج بعد كده. لكن خلونا نبتدي يومنا مع دينا بالصحافة بعد الفصل على طول مع أستاذ طارق سعيد مدير تحرير جريدة الكرامة. نتناول أهم منشطات الأخبار مع دينا بعد الفصل، تابعونا.